يا فرح، يعني عندك كتير من الأشياء الجميلة على كل الشغلات الطاولة. اللي بحبها عندي عن زينب. جد هلا بنقول دائما نحن قديه الاكسسوار ممكن هو يحلي من ثيابنا بتفاصيل يمكن تكون زينب صغيره صحيح، او غيره، لما بنكون مثلا ثيابنا كثير ناعمه او كثير هاديه ممكن نضيف عليها شويه اكسسوارات ضايجه مثل ما بنقول بتحلي لبسنا. قديه هذا الشيء بتغير ستايل كله كمان، وخاصة كل بنت هي وذوقها. في بنات بيحبوا الناعم، في بنات بيحبوا الشيء الضايج مثل ما قلتي، لكن هذا الشيء كمان بيرجع للموضة والشيء الدارج اللي هلا انت رح تخبرينا عنه انت وضيفتك. تمام. هلا نغم الحشمه رح تجاوبنا، هي مصممه اكسسوارات طبعا كثير مميزه، فخلينا نعرف اليوم شو هي اكثر الاكسسوارات الدارجه وشو هي الالوان وعلى شو بتلبق. صباح الخير نغم، صباح كيفك النور اليوم؟ إمرأة. تمام الحمد لله. خلينا نحكي اليوم موضه اليوم شو هي عم بتلاقيها، الاكسسوارات الكبيره او الناعمه او بعده هذا الكوكتيل مثل ما بنقول. تمام. هلا اول شيء اكثر شيء دارج كصيف هن الاشياء الفيروز، فيروز والصدف. هذا يمكن ما بيبطل الفيروز، لا ما بيبطل، بس حسنا كثير يمكن دارج الفيروز فرح، حتى الخرز لعقد الرقبه كثير عم شوفه كتير دارج. كثير دارج هالقصص، وكمان اللي دارج كمان الجنازير، فيك تنسقيها كمان مع الاطواق او فيك يعني تنسقيها مع اشياء ناعمه او فيك تخليها مثل ما هي مثل هيك. تمام. يعني مثلا الساده ساده فضي وذهبي، ايه في هيك بيجي على قد الرقبه وفي في اطول يعملوا شوي بتقدر طويل، تصغره فيك تصغري قد ما بدك. وكمان فيك هيك انه مثلا مع قطعه حجر كريم كمان تحطيها. هلا نغم عم نشوف صبايا يمكن بخلطوا زينب اذا شفتي شيء ناعم كثير مع شيء يمكن اكبر شوي، ما بعرف هيك عم نشوف اغلب الصبايا عم يعملوا زينب مع كنزه ساده او تيشيرت او اللي هو. قد عم تشوف اليوم الصبايا بيحبوا الاكسسوارات الكبيره؟ هلا كثير عم يجيني انه مثلا بدهم اكسسوارات جنزير ومع طوق ناعم، كثير عم يطلع موضه حلوه، كثير عم يطلعوا لذيذين مع بعض. يا بيختاروا انه الجنزير يكون ناعم شوي او انه ضخم شوي مع سنسان ناعم او العكس كمان. وكمان نقدر ننسق اكثر اي شغلات مع هالقصص يعني. يعني نغم كمان كثير دارج من هذيك السنه، ممكن فرح كمان تعدد الاطواق حتى. تمام اكثر من طبقه يعملوها مع تمام. بعض، وفي كثير عم تطلع كمان شغله رموز معينه منظومه. كانت تدرج معهم، هلا عم مثل ما قلنا عم يدخلوا الفيروز الكثير هلا دارج مع الاطواق المتعدده. تمام. خبرينا اليوم في اشكال معينه دارجه مثل مثلا مره درجه الانفينيتي البومه كذا، خبرينا. هلا في اكثر شيء هالسنه دارج النجمه، النجمه نجمه مع صدفه مثل هيك. خلينا نحكي عن تصميم الاكسسوارات بالنسبه لإلك، قد ايه بتشوفي اليوم انه اذا استفدتي اوقات من النت او حتى بذوق الصبايا ممكن حدا ياخذ رايك انه احنا كيف بنقدر نطبق اكسسوار حلو مع هذا التيشيرت او بسهره معينه؟ تمام. هلا الاغلب التنسيقات عم تكون انه على كنزات، مثلا الكنزه بيلبق لها مثلا الاطواق الناعمه مع الجنازير، الفساتين بيلبق لها التشكرات على قد الرقبه مثلا، فينا ننسق معهم اساور مرتبه خواتم او اطلالات مثلا. هلا اغلب ما انه فصل الصيف اطلالات البحر بننسقهم مع خلاخيل لذيذه كثير. خلينا نشوف شيء منهم مثل هيك مثلا خلاخيل للبحر. قد ايه هذا ممكن ياخذ منك وقت؟ هلا كل شيء عند انه فكره، مثلا كل شيء ممكن ياخذ معي وقت معين. هيك شيء مثلا هذا الناعم قد ايه ممكن ياخذ وقت؟ هلا مثلا هيك شيء ناعم لبين ما حضره براسي وطبقه بده ياخذ معي وقت، يعني مثلا ساعه ساعتين هيك لبين ما يطبق ويطلع بهالشكل. خلينا نشوف هذا كمان اللي لونه كثير نغمة كمان حلو. خبرينا حبيبي يعني انه في عندك باع بصناعة الاكسسوارات ومتابعة الموضة، أكيد. خبرينا اليوم شوي مثلا انت كيف ممكن تطلعي على الشيء الدارج، ممكن يطلبوا منك ديزاينات معينة، خبرينا عنه. هلا اغلب انه بشوف بتابع المواقع التواصل الاجتماعي، بشوف اغلب الترندات النازلة جديد، وفيني طبق كمان شيء من عندي بيدرج بيطلع كثير لذيذ، او في صبايا بيبعتوا لي مثلا صور انه هيك شيء مرتب هيك شيء حلو طبق لهم اياه. قد ايه ساعدك يمكن لما بتشوفي هي الموديلات والصفحات يمكن حتى نقول بعضها عالميه بنقدر نطبقها بمواد بسيطه، مو شرط تكون بنفس الكلفه. تمام. لكن بمواد ابسط نحن بنقدر نطلع قطعه كمان بتضاهيها بالجمال. تمام. يعني هلا النت كثير بيساعد، بس كمان الوحده لو ما بيكون عندها فن ما بتقدر تطلع قطعه مثلا، لانه مو كل شيء موجود على المواقع بنقدر نطبقه هون،
فأي وحدة عندها مخيلة تمام تقدر تطبق أي شيء حلو. صحيح. شو أكتر شيء عم ينطلب منك نغم هلأ حاليا؟ هلأ خلال الصيف الخلاخيل أو الأطواق المتعددة، يعني مو طوق واحد، طوق واثنين وثلاثة مع الجنازير أرتب شيء عم يطلعوا. فرح مشغولة هلأ بالخلاخيل. أنا كتير بحب هي الأساس زينب، مو بس الخلاخيل كمان الأساور أنا كتير بحبهم الملونين. صحيح. بيضيفوا جمال زينب. مزبوط. إن كان لشكل الإيدين وحتى خاصة على الصيف، يعني تحسي اللي حاطة أساور أو بلاكات ناعمة ما تمام. هو الأساور خاصة بالصيف. تمام. يعني أنت ما فيكي تلبسيها مع فصل الشتاء مع كنزة كمام طويلة أو كنزة واسعة، بدك تنسقيها باطلاله صيفيه لذيذه. خلينا نحكي شوي عن هي الاسواره يا نغم يلي شوفي زينب، خلينا نقول عن هي الاسواره حجر الفيروز. انا بعرف قديش بتحبي الفيروز. انا كثير بحب قديش حلوه. انه اول شيء هي يمكن فينا ناخذها خلخال، بعض الصبايا بحطوها خلخال بعد بيجي على بالهم بيقلبوها يمكن لحتى تصير اسواره. اسواره ناعمه. تمام. هلا ممكن كمان نطبقها مع طوق، يمكن يكون لفه واحده. خلينا نشوف هي كمان كارتير نفس الشيء عم بيكون نفس النوعيه. تمام. هلا هذا كثير دارج كثير حلو. نعم نغم. هلا خلينا شوي صبايا يمكن فرح بنلاقيهم احيانا في تعجيق بصير بالاكسسوار بطريقه ابدا مانا متناسقه. اليوم كمان خبريهم لكل الصبايا اللي بيحبوا الاكسسوار كيف يوم ينسقوا مثلا الحلق مع اللي حاطه حلق مثلا ما بتحطه، اللي حاطه مثلا شيء ناعم برقبتها فيها تحط تكبر شيء معين ثاني او تختار قطعه كبيره ثانيه. خبرينا عن الاخطاء الشائعه بوضع الاكسسوارات لانه عم نشوف احيانا عم تضيع موديل الاكسسوار بطريقه الوضع. تمام. هلا اغلب الصبايا وقت بلشوا يعجقوا عم يحطوا سنسال النظاره مع طوق وطوق يعني مثل جنزير، وبيحطوا كمان حلق كبير مع الاساور ومع الخلاخيل وخواتم. سنسال النظاره لحاله اكسسوار اللي كان حبيته كمان. ايه. فالفكره انه بدك تنسقي اطلالتك مثلا، يا اما انه الصبح مثلا علقت نظارات سنسال نظاره ناعم لذيذ، حلق ناعم معه واساور. تمام. بس هيك بدك تحطي طوق عريض، بدك تلغي كل شيء معه، تاخدي معه اسواره ناعمه، خاتم ناعم بكفي. او اذا انت عندك اطلاله مثلا على البحر هذا كله بدك توقفيه، تخلي الخلخال بس واسواره كثير ناعمه. نعم. بس هيك. خلينا نحكي مثل هيك طوق يعني قديش رايق ان كان بلونه. انا بعرف على اي كاميرا ممكن اخذه. تمام. خلينا نشوف هذا الطوق بلونه وبشكله قديش هو ناعم، قديه بياخذ منك وقت هيك قطعه مثلا، وشو هي الاحجار اللي ممكن تستخدميها؟ هلا هيك ممكن استخدم اكثر من شيء. هلا هون هذا الحجر، مو حجر، هذا المطاط كثير دارج هلا بالصيف، بركب له قطعه مثلا اللي بتطلبها الصبيه او انا من مخيلتي بعملها، يعني بياخذ معي وقت شيء ساعه كمان لحتى يطلع هيك. طيب خبرينا نغم كمان في بعض الاكسسوارات الضيقه خاصه على الرقبه بتسبب تحسس احيانا، كمان شو بتنصحي؟ لانه هلا شوب وشمس. تمام. كمان هلا يا اما بدهم يختاروها من انه تكون السنسال كثير ثقيل، يا اما بدهم يختاروها من الفضه. نعم. بتجي بشوكرات على قد الرقبه ومن بيجيبوها من ورا بتجي مثل الجوكر، بيقدروا يكبروا ويصغروا قد ما بدهم. هلا هي كثير دارجه وكثير موضه هالسنه، تلبس مع الجنازير مع اي شيء، يعني حتى على سهره فيها تلبسه. حلو. اكيد. كثير لذيذ. هلا هذا الجنزير يمكن معلق في حجره بنهايته، كثير لفتني هذا الموديل. خلينا نحكي كمان عنه هذا اليوم، قديش اليوم شيء مرغوب للصبايا خاصه مثل ما قلنا لما بنلبس نحن ساده ونحاول نكسر هذا الشيء. تمام. هلا الجنزير بهالقطعه بيلبس ساده لحاله او بيتطول شوي لتحت، وبيلبس معه تشوكر كمان مع اسواره ناعمه بتطلع اطلالته كثير لذيذه. نعم. يعني نغم عم نحكي عن كثير من الاشياء الدارجه هالصيف، منا حكينا عن الفيروز والاحجار والمطاط على قد رقبه تعدد الاطواق. خبرينا في اشياء ثانيه ما جبتي لنا اياها مخبيتيها، يعني جبتي لنا قصص كثير حلوه، في اشياء ثانيه دارجه عندك اياها؟ واذا حدا طلب منك ديزاين معين كيف ممكن انك تاخذي وقت حتى تنفذي؟ تمام. هلا كمان اغلب الشيء اللي دارج هو الصدف. صدف بالوانه على الصيف اجباري. ايه بالوانه كلها، يعني هلا كثير دارج مثلا لون الموف كمان من نسقه كمان مع شيء كثير لذيذ. ايه مثل هيك سلسله نظاره من نقدر ننسقه. حلو. كمان هيك دارج هلا.
اغلب الافكار اللي ممكن تجيني ما بتاخذ معي وقت كثير طويل اذا كان الديزاين موجود قدامي، واذا بدي اعمله من مخيلتي بده ياخذ معي شويه وقت لحتى يطلع بجماليه شوي لذيذه تلبق لاي صبيه. نعم تمام. اذا بنحكي عن المواد المستعمله اليوم، التكلفه كيف عم بتكون عليكي كمواد اوليه؟ هل هي غاليه او لا؟ لانه احنا زي مثل ما عرفنا وحسب استضافاتنا الكثير اغلب الاسعار عم بتكون كثير غاليه لما بنعرف انه هي هاند ميد. صحيح. عرفنا الاسعار هي كثير غاليه، اكيد هي جهد وتعب وهي تفكير وهي ذوق وهي كل هذه الامور، بس كمان في صبايا بحبوا ياخذوا شيء حلو باسعار تناسب الجيب. بس حسنا تمام. هلا في كثير ممكن اشياء بسيطه يعني كسنسان ناعم نحط له في قطعه مرتبه يكون كثير بسعر مناسب لاغلب الصبايا، وكل ما الصبيه حبت انه تعرض او تنوع بالسناسل طبعا بده يختلف كل شيء عن شيء. نعم حلو. طيب يمكن فرح اختارت لها طوق، خبرينا كمان شو في عندك قصص نحكي عنها. كلهم حلوين عن جد زينب، عن جد حلوين، بس انا ما كثير شايفه. هلا شوفي عندنا هيك زينب، هدول الدارجين فضي وذهبي، بس السؤال دائما يلي نحن بنساله لون الاكسسوار لما بيروح قد ايه هذا الشيء مزعج زينب، انه لما بيروح خاصه لما بنقي الذهبي، والذهبي هو لون حلو بس لما بيروح بتصفي القطعه مثل ما بنقول للكب يعني. تمام. هلا اغلب انه الصبايا بيطلبوا مني انه السناسل يلي بدي اعمل لهم اياها تكون لونها بالذات انه يكون شوي تمام، بس بعيدا انه يستخدموا بارفان كثير ومي كثير، يعني اي قطعه يحافظوا عليها. تمام، بدهم يحافظوا عليها كقطعه ثياب او كاي قطعه ثانيه بدهم يحافظوا عليها. يعني السناسل مثلا بيقدروا يجيبوها ثقيله مثل الجنازير، ثقيله بتجي طبعا لونها منيح ومكفول لونها ظريف. طيب هي من شو مصنوع هذا اللون الفضي؟ قديش هو هيك لون غريب وله لمعه؟ من شو مصنوع هذا؟ بلاستيك. حلو. كمان البلاستيك يمكن هو بيروح لونه بدرجه اقل اذا بدنا نقول مع باقي المواد. كل ما حافظت الصبيه عليه اكثر كل ما ضاين عنده اكثر. نعم. نغم كمان عم نشوف انه اطواق النظارات كثير دارجه هسه، في الصبايا كلهم عم يتجهوا لانه يزينوا نظاراتهم باطواق هيك تعطي لمسه او لون طبعا معين او حسب اللبس اللي هن طالعين فيه، وخاصه الصباحي يعني العملي. طبعا. فخبرينا انت كمان اليوم فرقهم بين النظارات الطبيه كمان ليكون شيء عملي للصبايا. تمام. هلا العلاقه سنسال النظاره بالذات صار شيء يومي بحياتنا، يعني اغلب الصبايا اطلالاتهم ما بتكمل الا فيه. للنظارات الشمسيه بيختلف عن النظارات الطبيه، النظارات الشمسيه بيختاروا شوي شيء الى انه يبين يعني شيء حسب لون النظاره كمان. كمان حسب لون النظاره ذهبي او فضي وحسب القطع اللي بدهم اياها موجوده فيها. اما سنسال النظاره الطبيه بده يكون شوي رايق وبسيط. نعم. هذا بيختلف يمكن من ذوق لثاني. تمام. بالنهايه الصبايا اذواق اللي بتحبها، بعضه بحب هيك خرز وذهبي. انا كثير بحب الشغلات يمكن للنظارات. انا كثير مو في ازرق حبيته فرح زينب. الازرق اللي هو اللون عن جد كثير حلو، لون الطاقه الايجابيه الطاقه الحلوه. اكيد. خلينا نقول هذا كمان اذا بتحب ممكن تعمله طاق. تمام. تمام بس بينشالوا السيليكونات وبنحط قفل بس. تمام تمام. هلا بيرجع هذا الشيء كمان لشطاره الصبيه للقطعه يلي لابستها. نغم نحن كثير انبسطنا فيكي وانبسطنا بالقطعه اللي جايبتي لنا اياها هون، وبنتمنى دائما نشوف كل شيء جديد عندك ولكل الصبايا يقدروا يلبسوا اكسسوارات بقيمه معينه تناسبهم وبنفس الوقت ترضي ذوقهم. اكيد فرح، ونحن كمان مبسوطين انه الهاند ميد بالاكسسوار يعني ان شاء الله بينافس الاسواق العالميه خلينا نقول والعربيه، لانه فعلا عندنا افكار وعقول مبدعه. أيوة. وعندنا باع طويل لكل انسه كان عندها مشروعها الخاص. أكيد. لتعمل استقلاليه ماديه وايضا لتعمل شيء بصمه حلوه. شكرا لك يا نغم كثير موفقه يا رب. شكرا. هلا انا وفرح بدنا نشوفها. شكرا حبيبتي. شكرا موفقه نغم، كل الشكر لك ويعطيكي الف عافيه يا رب. شكرا لكم كمان.